مرحبا برسالة مع مطلع الصباح. عندنا سمات الذوارية وعدد أعداءها من رفيق مثل عيني ومنطقه قراح حصل صيغ السالفة منها لا من ذاعها. يا مبارك جيت باسمي مع الصورة وضاح كني اللي ماسك شون العرب وسناعها وتستحيش بنا على رأي الراية الفلاح الرجال تقدمه في الحجيج بأنواعها من تصرف في حلاله هذا شيء مباح. والله أعلم عن سد العرب وأوضاعها والحضيض اللي يسد اللزوم من المراح ولو عايد عالم ما ذوق أنفاعها وكان أبو بدران باع العشاير والقاح في لزوم سدته والمجرب باعها. بشره مني العوض والعوض نص المراح من بنات الهرش عسران من جلها وجداعها وكان قصده في التجارة حسد دربها سماح الرجال يضوي المال كد ادراعها ما يحوش الغانمة من تراك واستراح والعزوم لها رجال ان الدوس اخناعها والسلام اختام نوض برق الوسم لاح وعد ما تقرا الرسائل على سماعها ابو دليل. يا مبارك كل يوم نطنب بالصياح وغاير لك غارة ما عرفت اصناعها وابتلشت مسلم مالكم عنده صلاح كان عم باللي كتب له ذوده باعها كان عم باللي كتب له ذوده باعها واشتبه واحد باع ذوده واستراح والشقاوة يا مبارك نطلب شراعها.